كرة القدم عشق لا ينتهي. أهلاتي رافضين فكرة إني أنا أروح على تمرين، أيام إنه أنا تحت البيت وأنا روح أهرب على الملعب، خصوصا الجيران يعني اللي ضلوا على البراندات إنه كيف عم تروحي تلعبي فوتبول وأنت مثل الصبي. اسمي حنين مرعي، عمري 22 سنة. بلشت الفوتبول من عمر 12 سنة. أنا لأني بحكم لرجال وبحكم لشباب وهيك، أول ما أوصل على الملعب يعني كثير بسمعوا أيام يعني شيء أشياء مضحك صراحة، بنت يي بنت يعني شيء إنه بنت عم تحكم لنا وكذا، وأيام في فرق ما بتتقبل الموضوع. هذا الشيء اللي حفزني إني أعطي أكثر وأوصل للي بدي إياه. مباراة امبارح تيك تك تيك تك اسألي جنى. لسه بالوقت الحالي انا حكم بالاتحاد اللبناني، بحكم دوري سيدات تحت ال 19 تحت ال 17، حتى كمان عم حكم رجال درجة رابعة. اذا صار في توقف للاعب شوي نحن بحس انه اذا اخطأنا العين علينا اكثر من الشباب، يعني اي خطأ محتسب جدا، فهذا الشيء شوي بس بيأثر انه بعضهم ما تقبلوا فكرة وجود انه سيدة تحكم ميدان اللعب. غير ما اوصل يعني للدولية ولبطولات الآسيوية أو كأس العالم أكيد ما حوقف وحضل أشتغل على الموضوع، هذا الحلم الأول والأخير. لا للاستسلام ولا شيء مستحيل، أبدا ما تسمعي لأي حدا، ضلك أنت اشتغلي على حالك وتخطي كل المصاعب.